يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم عندنا طابخة مجروش على لحم. طبعا في ناس تسويها على دياي وفي ناس تسويها على ربيان على حسب الرغبة. راح أعرفكم على مكونات الطابخة. استخدمت هني كيلو واحد مجروش، وهني استخدمت عندي حب هريس، لو كان ما عندكم ممكن تاخذ نفس حب الهريس وتدقونه. استخدمت كيلو لحم فحته وقطعته صغار. عندي خضروات كوسه، الو، فلفل بارد، جزر، وباميه وفاصوليا. استخدمت تقريبا حوالي كيلو. عندي حشيش، فلفل قطعته صغار صغار، بصل صغار صغار حوالي نص كيلو، ليمون اسود وطماط نص كيلو، وهني عندي سبانخ قطعته، عندي ثوم ويا زنجبيل، وعندي معجون طماط، وما استغني عن السبار في الطابخة، وهني زيت عربي. راح نشتغل مع بعض. نشغل النار بداية وخلكم معاي. هاي الطابخة يعني ما اقدر اقول لكم بس لذيذة، بل اقول انها حلوة وطعمها وايد 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 حلو. تكون تقريبا نفس الصالونة الهامدة كذي. ممكن نستخدمها لانها تكون مثلا طبق رئيسي، لان جميع المكونات الموجودة داخلها الخضروات طبعا مفيدة حق الناس او الانسان بشكل عام. بداية راح احط الزيت وابتدي اقلي البصل او حامره. عندنا ماي شوي. تخلص من الماي عشان ما يصير ويا الدهن ويفاقع في ويهنا. بداية احط الزيت اللي هو الدهن، وانزل البصل داخل. وابتدي احمر البصل. طبعا ودي اقول لكم ان انا كيف تعلمت الطبخة ذي، فيها قصة شوي، فاستحملوني انا بقول لكم القصة اليوم. فكنت في مرة من المرات معزوم في محاري عند واحد من الجماعة الرابع، ومن ضمن الأطباق اللي جابها لنا أنواع وأشكال، فجاب لي هاي المجروش. ولما كليته واستمتعت بالأكل، يعني أكلة لذيذة وايد ودسمة، فقلت له شنو شو اسم هذي؟ أعطاني بس الاسم، لكن حاولت أعرف المكونات شلون سواها الطابخة مو براضي يعلمني. قال لي والله الحرمة مسوياته والحرمتي مو براضية أعلم أحد. ظهرني طبخة خاصة، ولكن هي في البحرين بشكل عام في أي مكان تشوفها يسوونها. أتمنى أنكم تركزون وياي على هاي الطبخة وتسوونها وأنتم قاعدين في بيوتكم اليوم. إذا زيدنا المرقة ملأة الماء ممكن نستخدمها كشوربة عادي. راح ننزل فيها ثوم يا الزنجبيل مخلوط، بعدين راح ننزل فلفل على حسب الرغبة حبيته. راح ننزل بس شوي، ابتدي احمس فيه. ونزل شوية ليمون، نحتاج ان لونه شوي يصير غامج. ممكن ننزل بداية الليمون الاسود. نفتح فاتحة من الصوبين عشان الطعم يكون موجود، طعم الليمون. نرجع نحمس. ما قلت لكم
تبون تستخدمون دياي تقدرون تستخدمون دياي او نفس الطريقه ونفس المكونات. راح ننزل فيه معجون طماط، يعني ممكن تنزلون على قولتهم علبه واحده. ليش نزلت المعجون الحين في البدايه؟ اساس انه ابي اللون يصير غامج شوي. كل ما غمجت كل ما اعطاني طعم ونكهه مختلفه طبعا. راح انزل البهارات اللي راح استخدمها. طبعا راح استخدم ابزار، عندي حوالي قفشة طعام، بزار بحريني مخلوط، وراح استخدم قفشة حوالي كركم، وراح استخدم جيجلان وسنوت كمية أكثر، قفشتين تقريبا. ممكن إضافة هيل، ممكن ما تضيف الهيل على حسب ما ترغب، بس عشان الريحة تكون. نرجع نخلط المكونات كلها مع بعض. وننزل الاسبار. راح ننزل حوالي 3 قفاش او 4. ممكن احد يسالني يقول لي والله انت دائما تستخدم الاسبار في المرقه. قلت لكم من قبل ان نستخدم الاسبار اكثر شيء مع السمك، لكن مع كل مرقه ممكن تستخدم الاسبار لانه يعطي طعم. فعلا تحس ان الفرق وايد. راح ننزل الطماط. وابتدي نخلط المكونات مع بعض. وننزل عليهم اللحم. قلنا اللي في البدايه فحنا اللحم ولما نضج وصار زين قصصناه قطع صغار من غير عظم. نخلطها. نبتدي نخلط الخضرة. قلنا استخدمنا آلو وكوسة وبامية وجزر فاصوليا وفلفل بارد. نخلط كل المكونات مع بعض. تكون هاي الطبق غني بالخضروات. نخلطهم مع بعض. طبعا في هاي الطبق ما يبين اللحم بشكل يعني اهبار ولا قطع، يبين نفس الهريس بيكون اخر شيء. بعد ما خلطنا المكونات كلها مع بعض راح اضيف الماي. طبعا انا عقب ما فحت اللحم خليت عندي المرقه على اساس اني استخدمها حق الطبخه مالتي. ببدا ازيد عليه ماي. راح نخليه لين يبتدي تفوح المرقه وبعدين راح انزل عليها المجروش او اليريش. فراح اطلع فاصل وارجع لكم بعد شوي، انتظرونا. رجعنا لكم بعد الفاصل ومرقاتنا بدات تفوح. قلنا بعد ما تفوح
راح ننزل عليها المجروش او اليريش داخل. طبعا خلكم معي، انا ما حطيت ملح بداية، هاي ملحاتها، حركها شوي. راح ننزل المجروش او اليريش كما قلنا شوي شوي، هاي الطريقة. وراح ننزل عليه السبانخ، طبعا ثلاث حبات سبانخ عليه. حركة شوي شوي وابتدي اقلب فيه، هاي الطريقة. نزل عليه حشيش والشبنت، قلنا طبختنا دي دائما كلها مكونات خضروات، اللهم لا يفرق عندنا اللحم واليريش. راح اخليه فتره 20 دقيقه وارجع لكم مره ثانيه واراويكم ايش كثر انسجمت مع بعض المكونات ذي كلها. لا تنسون مثل ما قلت لكم من البداية أن طعامها ما له حل، انتظروني. خلكم معاي، راح أسوي لكم طبق حلو وعصيدة، عصيدة على أصولها. طبعا مقادير العصيدة سكر وطحين، طبعا الطحين شفشفت الطحين وصلته إلى لون اللي هو البني أو الكريمة نفس الشيء. هاي الطريقة، طريقة بسيطة، نحط له طحين ونشوحه يمين يسار يمين يسار لين يتغير اللون، وبعدين نشيله على جنب ونبتدي نستخدمه في المرحلة الثانية. عندي بيض وعندي زعفران وماي ورد وهيل طبعا، وعندي درسين، وعندي هني الخلطة السحرية اللي احنا نحتفظ بها لحق العصيدة. طبعا راح اعرفكم بطريقته، زنجبيل، حبة قبشة صغيرة زنجبيل، وعندنا ابزار شوي، كركم وفلفل اسود، الابزار قليل كلش قليل. نخلط المكونات مع بعض وهي الخلطة مالت العصيدة. في البداية راح انزل الشكر وابتدي احرك فيه الين يتغير عندي ويسيح ويصير نفس الكريمة بلون قامش. طبعا لين هدأ السكر مبتعد عنا، لا على طول نبتدي نحرك فيه لين يسيح السكر. لو خليته يحترق راح يطلع حموضة في العصيدة، فاحنا محتاجين بس يذوب ويتغير لونه بطريقة الكريمة نفس الكريمة. طبعا السكر نقدر نتكيف معاه بطريقة ان نزيده، اما نقلل منه فما نقدر الا لين زيدنا الماي، كمية الماي ازيد. فخلوا دائما السكر يكون مناصف. شايفين عندي تغير لونه، نبتدي نحرك فيه، نبتدي نصب الماي على طول، وابتعدوا وانتم تصبون الماي. راح يطلع منه بخار عشان ما تتعدون. هذا انا قلت لكم. نبتدي نحرك فيه. ونحط عليه المكونات. بداية نحط الهيل. وبعدين راح نحط الخلطة. مقدار قفشة واحدة مطعم. ونبتدي نحرك ونحط شوية دارسين، في ناس تستخدم الدارسين، في ناس ما تستخدم الدارسين، أنا أفضل إن احنا نستخدم الدارسين مع العصيدة. ونحرك بها بهاي الطريقة.
من الحين بينت الريحه العصيده قبل نحط باقي المكونات. مثل ما قلت لكم ان هاي العصيده ممكن تسوونها على صبحيه العيد، ممكن تسوونها في اي وقت حق القدوع، ياكم ضيف سوون له العصيده ذي. ما ياخذ لها وقت مثل ما انتم شفتوا. بعد ما ذاب السكر راح اسكر على النار واتركها لين تبرد اللي هي المكونات ذي للماي مال العصيده، وبعدين ارجع احط الطحين وارد مره ثانيه على النار. ففاصل وارجع لكم مره ثانيه ان شاء الله. طبعا رجعنا لكم بعد ما خليناها تفتر اللي هي العصيده الماي، خليناها يفتر وحين صار بارد. ما نقدر للمعلومه الصحيحه ان ما نقدر وهي حاره نحط عليها الطحين، على قولتهم يكلكع ولا ينقص كذي بيصير. فبراويكم شلون طريقه. راح استخدم الفنيال واحط فنيال واحد وابتدي احرك المشخال بهذه الطريقه واتخلص من عقولتهم الحبات اللي فوق. استخدم بعد فنيال ثاني وارد اخليه واحرك بهذه الطريقه. هاي استخدمنا فنيالين، شوف الحبوب. راح استخدم اربع فنايل بهاي الطريقة. استخدم حوالي نص لتر ماي وياه. ممكن لو قصر عليكم بعدين اثناء التحريك تحطون طحين وماي دافي وتحركونه مع بعض وبعدين تصبونه على المكونات. استخدمت اربع فنايل طحين وابتدي احرك فيه قبل اسعى شغل النار. وابتدي احرك الطحين بهذه الطريقه قبل لا اشعل النار. تغير عندي اللون. ابتدي احرك فيه. عندنا مكونات اضافيه ما بنقطعها، ما بننزلها الحين، بعد شوي راح ننزلها. الحين نشغل النار. على نار هادية. نخليها بهذه الطريقة. ونبتدي نحرك فيها على ساعة لين تجمد وتغير. طبعا نشوف اللون صار لونها غامج. تبتدي دائما نحرك فيها لنستعين، شوي شوي راح يتغير عندنا او نقول تجمد بهاي الطريقة. طبعا هاريم الاول ما شاء الله كان عندهم بارض ويلسون يسوون العصيدة والبلاليط والخبيصة والبثيثة. اليوم احنا نحاول دائما ناخذ اللي اسرع ونعتبره هاي خطأ. نفتر على المحلات ونشتري من عندهم ممكن، بس كل ما سويتي في بيتك كان يعني كان احسن طعمه وافضل، خصوصا الاكلات البحرينيه القديمه. قلنا ان وقت ما يحتر الماي راح تجمد. ناخذ له فتره كم علي. انا وانا احرك احس ايش كثر بدات تجمد وتتغلص، يعني شوي شوي كل ما يحتر الماي يزيد ازيد. شوف الحين شنها ماي.
اول ما تجمد شوفها تغيرت، بدأت تتغير. رد نحرك فيها ما نوقف، تعب بس شيء طيب دائما يبي له تعب. قلنا بدأت تتحرك وصير تجمد ازين من اللازم. بدأت تتحرك وتجمد، نواصل ونجيب الزعفران والماي الورد ونحط عليه شوي، بعد نحط عليه شوي ونبتدي بعد نحرك فيها. في ناس يحبونها غليظة وفي ناس يحبونها على بلاتهم يعني نفس الكريمة صغيرة. عندنا دهن العداني أو دهن خالدي نحط ضيف عليها ونبتدي نحرك فيها بهاي الطريقة. طبعا في الايام هذه طلعوا انهم يحطوا مكسرات او شيء، واحنا ما نحط فيه مكسرات، بس نقول نص كلها على حسب الرغبه. تحركت تشوف شو السماء كمالاتها، سكر عليها النار على طول، يعني ما نقصت ولا شيء. نفس ما علمتكم اياها الطريقه، قلنا ان احنا نسيح السكر ونخلي نفس الكريمه، وبعدين نبتدي نصب عليه ماي على درجة اللي انت تبون اللون، وبعدين نحط المكونات وياه، وبالاخير نخليها تبرد لمدة 20 دقيقة نص ساعة لين تبرد، ونضيف عليها الطحين مثل ما انتم شفتوا، ونحركها ونضيف عليها المكونات اللي هي الماي الورد ويا الزعفران والدهن العربي. طبعا احب اسوي البيض، تحتاج قبل ما نطلعها نحن نسوي البيض. كسرت لي 6 بيضات، حلاته العصيده فوق هالبيض. تخلص من القشور بطريقه، في قشر ثاني نبتدي نحط عليها هيل. البودرة مثل العصيدة نفسها نحط على هاي الطريقة، نحط عليها شوية كركم ونخلط المكونات ذي كلها مع بعض. نضيف عليها شوية ملح، رشة ملح خفيفة، ونحرك نمزج المكونات كلهم مع بعض. نشغل النار. طبعا نحط زيت عربي والدهن في نفس الوقت عشان ياخذ طعم في البيض. نخلطه مع بعض. لا صير شلون. نروحكم الطبق الثاني ونحركه. راح نقل البيض. طبعا البيض ما يصير قرص، دائما البيض ناتري. خلطه مع بعض بهاي الطريقه، حركه مع بعض، ما ياخذ له وقت وايد. طبعا حلوت العصيده فوق هالبيض، كل ما كثرنا البيض رشة هيل خفيفة
حركه هاي الطريقه، اقول لهم كسره او الناتفه على حسب ما انتم تبون. قلنا لكم عصيداتنا غير، واحنا فعلا عصيداتنا غير. بشوفكم على التقديم. رجعنا لكم مثل ما وعدناكم على التقديم. بداية راح ننزل العصيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في ناس تحبها هامد شوي، وفي بعضهم يفضلونها بهاي الطريقة. على فكرة يعني كل ما يطقها الهواء راح تنشف شوي. فانتوا خلوها بهاي الطريقة. وبعدين نضيف عليها الدهن. ترى ما يضر الدهن بهذه الطريقة. نضيف عليها شوية دهن ونبتدي نحط عليها البيض. ننثر عليها البيض. والله العظيم وانا احط لكم هذه اتذكر الوالده الله يرحمها لما اروح الجنه كانت تسويها لنا الصبح، ما نقعد من رقادنا لمسيت لنا العصيده لنا وحق جداتنا الله يرحمها. فكانت شيء يعني جميل حلو انك تجلس من الصبح تشوف العصيده قدامك. فتلت العصيدة وهني المجروش أو اليريش اللي مع اللحم والخضرة نبتدي نحط حطه. طبعا مستحيل تجيب لك قابشة، قلت لكم أنها هي نفس طريقة الشوربة بس هامد شوي. طبعا الاولين ما فيك فوش، يقول لها ترسيل البالدي على ذي، يقول لها ترسيل البالدي ما عندهم فوش. وممكن يحطها على الشيلاني ويبتدي ياكلون فيها بهذه الطريقه. هنزينها وبكذي وصلنا إلى نهاية حلقاتنا. أتمنى أن عجبتكم الطبخة. أشوفكم في الحلقة الجاية ومع السلامة.